مفيش حد في العالم يقدر يختار المحتوى المناسب ليك غيرك انت، انت بس اللي عارف العوامل اللي ممكن تخليك تختار المحتوى المناسب ليك. لو سألتني وقلت لي اعمل محتوى ايه، هقول لك اعمل جيمنج. طب انا ما عنديش كمبيوتر جيمنج، اعمل جيمنج ازاي؟ يبقى اهو، يبقى ازاي العوامل اللي اقدر اختار بيها المحتوى المناسب ليا؟ اول حاجة الامكانيات المتاحة، ايه الامكانيات المتاحة حواليك اللي ممكن تقدر تشتغل بيها علشان تبدأ تنجح؟ ايه الحاجات دي؟ عندك كاميرا، عندك موبايل، عندك كمبيوتر جيمنج، عندك إضاءة، عندك أدوات حلوة للطبخ. وخد بالك كل ما زادت الأدوات ديت كل ما زاد معدل نجاحك في اليوتيوب. رقم اتنين الخبرة، الخبرة في المجال اللي أنت بتتكلم فيه، الخبرة في المحتوى اللي موجود وأنت بتتكلم فيه. لو قعدت 10 ساعات تتكلم، لو قعدت 10 ساعات تتكلم ما تزهقش، لأنك مش هتنجح في أول سنة. فعشان مش يجيلك إحباط لازم تكون عارف إنك هتاخد فترة طويلة جدا تتكلم 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 من غير مقابل مادي، تأسس نفسك قاعدة جماهيرية، وبعد كده تبدأ تحقق الربح. ولما تحقق الربح خلاص هيبقى هدوءك وهتبدأ تهدى وتقدم وتطور من نفسك. ماشي، دي حاجة مهمة جدا. وخد بالك كمان اختصار النجاح على اليوتيوب مش بس للدكتور والمهندس والمدرسة، لأ، في كمان ناس مهنية سواء سباك، نجار، خياطة، رسام. الحاجات دي مهمة جدا، اوعى تفكر نفسك الحاجات دي مش مهمة. اي خبرة في المجال دي هتنجحك. الخبرة في مجال اليوتيوب بتيجي مع الوقت، اوعى تفكر ان انا كنت بادئ كده، اوعى تفكر ان انا كنت بادئ كده، انا كنت مخربتها على الاخر في الاول، بس بدأت واتعلمت، ومن تعلم لتعلم بقيت اتعلم. فهمني، من تعلم لتعلم بقيت اتعلم. وخد بالك النجاح سببه انت بس، انت بس اللي بسبب النجاح، التطور انت بس، الشغل ده انت بس، طبعا مع توفيق ربنا، ده بعد ربنا وتوفيقه وحظه. يعني ممكن تنجح بعد شهر شهرين، ده بإيد ربنا، ماليش دعوة، لكن انا بتكلم على اليوتيوب بشكل عام. ماشي، طب هيجي واحد يقول انا مش عندي ميزة. لا لا، ما تحاولش تبقى تقول لي الكلمة دي. بص، وهنصحك نصيحة، اهم حاجة هنصحك نصيحة، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. ما تقلدش حد، ما تفكرش في اي تقليد لاي حد، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك. دور في نفسك، جوه نفسك هتلاقي ميزة، صدقني ما حدش فيها نفسك. صدقني ممكن تكون ميزتك صوتك، اسلوبك، طريقتك، ممكن تكون الميزة اللي انت بتقدمها نفسك في طبخك، ممكن تكون الميزة اللي انت بتقدمها لينا احنا حاجة انت مش متخيلها. فاهمني، اوعى تفكر في يوم من الايام انك مش فيك ميزة، ربنا ما خلقكش من غير ميزة، بس انت دور في نفسك. طبعا بالتوفيق للجميع، والاخر مره هقولها لك، انت بس اللي في ايدك تختار المحتوى، ما تلاقيش كومنت بيقول لي طب انا اعمل محتوى ايه عشان حاجه وراه. بالتوفيق للجميع، اي حد عنده استفسار عن اي حاجه الكومنتات موجوده وانا تحت امركم، وانا عارف ان حد هيكتب محتوى ايه. شكرا للجميع.